أنا هقول على عندنا في مصر. هل تعلم إن فقط خلال ال5 سنين اللي فاتت حصل حوالي 45,000 حريق في مصر؟ أنا باخد إيه؟ حوادث الحريق فقط. إيه أسبابها؟ معظمها إهمال بشري. إهمال بشري. إذن الإهمال البشري تسبب في قد إيه كوارث؟ أنا بقول لك أهو أبسطها. لما أجي آخد مثلا حوادث الطريق في مصر قد إيه؟ مش هدوش المشاهد بالإحصائيات. لما نشوف بلد زي اليابان، بلد زي معرفش إيه، بلاد منظمة، مفيش حوادث طريق بالحجم اللي عندنا. إذن إيه المشكلة؟ الآلام أهي. أديني بدي نماذج. عارف لما نيجي للمنطقة بتاعت حلوان، وانت زرت مصر كلها وعارف مليانة مصانع، لما عملوا دراسات على كم سرطان الرئتين في المنطقة دي اللي بيتنفسوا عوادم المصانع قد ايه؟ فلما يجي الواحد يجيله أمر زي ده يقول ربنا، واخد بالك، أو الشيطان، ما انت في منطقة موبوءة، منطقة فيها تلوث. فلما اخد فقط حرية إرادة الإنسان، حرية إرادة الإنسان، زي ما قلنا في مرة، يجي زعيم مجنون يتسبب في حرب ويدخل البلد كلها في حرب، نعم، يموت قد إيه وناس تبتر أقدامها وإيديها إلى آخره.